اليوم إن شاء الله وبعدها ريثما يتم إعداد طعام العشاء إن شاء الله، فأنا نستفيد بهذا الوقت إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب على نفسه البقاء وكتب على خلقه الفناء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. قال له ربه تبارك وتعالى: بقول للنبي اللي أحسن مني ومنك، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد أخونا الحبيب دكتور العشي في واسع رحماته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعل هذه الليلة وهذه اللحظات، هو الآن يا إخوة يعني في موقف صعب، أول ليلة في القبر صعب. لو كل واحد من الشباب الموجودين له أول ليلة في أمريكا بالنسبة له كانت صعبة، وانت جاي أمريكا يعني أم الدنيا وجاي في أمريكا في الحضارة، بس صدقني كانت صعبة عليك. صعب من غير أهلك، صعب من غير زوجتك، صعب من غير مصاري، صعب وانت تايه، صعب من غير لغة، الوضع صعب. أول ليلة في مكان انت تجهله صعب وانت في الدنيا. أنا عاوزك تتخيلها أول ليلة في القبر، عشان كده كانت أصعب شيء أول ليلة في القبر. سيدنا عثمان بن عفان لما كان يسمع حد يحكي عن القبر كان جسمه يعرق، بس يعرق دم، ما يعرقش مية، يعرق دم، سامي يسمع عن القبر بالذات. وقالوا له لما بنحكوا لك عن يوم القيامة بتبقى يعني عادي يعني، بس قالوا من القبر مشكلته أنه أول يطلحوا اللحظة المفاجأة دي. أنا دخلت الجيش أول ليلة دي صعبة جدا، تطلع من حياة الملكي لحياة الميري، من انت حر وتتحرك لحد ما انتبه هنا، لا اروح هنا، وانت في جيش وانسان زيك زيه. اول ليله في كل شيء صعب، صعبه جدا. حتى الرجل الشاعر العربي لما حب يصور اول ليله في القبر وصفها وصف غريب، قال شويه كلام كده باللغه العربيه، قال ايه؟ قال تالله، يعني والله تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره. يعني تخيل لو عشت كم سنة؟ ألف سنة. ألف سنة وانت إيه؟ مالك أمره، يعني قد حالك، يعني مش عايش عيشة وخلاص، لا لا لا، ده انت يعني كينج ولك وضعك ولك برستيجك. تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام، يا ابو 50-60 سنة وحتموت انت، ألفا من الأعوام مالك أمره، لا يعتريه السقم، يعني المرض، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا كلا، ولا ترد الهموم بفكره أبدا، متلززا فيها بكل نعيمها، متنعما فيها بنعمة عصره، كل ذا ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. لو عاش ألف سنة، كلمتين حلوين، لكن أنا حاسسهم لو عاش ألف سنة بصحة وعافية، إحنا كلنا كوليسترول والسكر والضغط والقولون والريفلاكس كله كده، واللي سالم من كل دول مش عارف هنا الحياة والبزنس وضغوط الحياة. قلت لحضراتكم والله والله العظيم، الصغير صغير ود لو كبر، وشيخ ود لو صغر. اسأل عم أبو عصام نفسك، يقول لك نفسي نرجع شباب زي ما كنت عندي 20 سنة، مش كده؟ طب اسأل شاب صغير من الشباب يقول لك نفسي نبقى كبير وعندي شنب ونبقى اسأل واحد متزوج يقول لك أحسن أيام أيام العزوبية، والله أيام الشباب أيام العزوبية. طب اسأل الشاب نفسه يتزوج، اسأل واحد شغال يقول لك والله ملينا خلاص، عاوز نطلع ريتايرمنت بقى، تعبنا مش كده دكتور جميل؟ تعبنا والله. اسأل واحد يقول لك نفسي نشتغل ونفتح بزنس، صغير ود لو كبر، وشيخ ود لو صغر، وخال يعني عوطلي يعني مش شغال، وخال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجر،
ورب المال في تعب مش عارف ينام، اللي عنده محلات وعنده بزنس مش عارف ينام. ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر، يضيق المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا، فهل حاروا من الأقدار أم هل حيروا القدر؟ وهم لو آمنوا بالله رزاقا ومقتدرا لما لاقوا الذي لاقوه لا هما ولا كدرا. بس كلنا في عندنا confusion كده. فيا إخوة الأفاضل، وأنا بقالي طريق فترة كده ما عادش عاوز نتنمق في العبارات ونحكي الكلام اللي في الكتب والله العظيم، لكن عاوز نحكي الكلام اللي أنا شايفه في عينيني لأمامي، وأنت بالفعل تاخد معلومة من قلبي مش من لساني، اللي أنا عايشها بالفعل. والله عاوز ننقل لك معلومة، لأن أنت لو إحساسي وصل لك كده وصلت الفكرة. هي مش عبارات وكلمات، مش إحنا بنشغل الوقت بشوية كلام وبرستيج عشان عايز يبقى فيه كلمة وفي لا، هي مش كده. هي بس ربنا علمنا قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وحضراتكم مؤمنين، فالذكرى تنفعني وتنفعك. لو عشت 1000 سنة وبعدين في أول ليلة في القبر زي أخونا ناجي العشي، والله أول ليلة صعب، والله أول ليلة صعب. عالم غريب، ظلمات بعضها فوق بعض، تحت طبقات الثرى ممكن 6 feet تراب، وفي مكان مجهول، لا أنيس ولا جليس، ما في حدا، ما في حدا. ويجيك ناس أشكالهم غريبة، يجي لك الملائكة ويسألوك من ربك وما دينك ومن رسولك. ما حيسألوك عن المحلات، ما حيسألوك عن البزنس، والله ما حيسألوك عن المصاري. دي قصة، ده سؤال يوم القيامة، ده يوم القيامة عن عمره وعن شبابه وعن إيه ماله من باك أند فورث، مش كده؟ لكن في القبر لا هم ثلاثة بس. من ربك حبيبي فاكر ولا نسي؟ كنت فاكره كويس وعارف إن في عليك فرائض بتأديها وعبادات، مزبط حالك ولا مش مزبط حالك؟ دي مهمة جدا. والمشكلة إن الموت بيجي خطفك خطف كده، ما بسيبكش ترتب نفسك، لا يعني كبش كده صاحب، زي ربنا قال يخرج الحية من الايه من الميتين. احنا امبارح زي دلوقتي كنا عند بالضبط قبيل صلاة المغرب، كنت انا ومحمود عند ابو خالد، حي يرزق امبارح، الان 24 ساعة يا جماعة، في 24 ساعة هو في عالم غير العالم تاني خالص، واحنا بجواره كان ملائكة موجودين واحنا مش شايفينهم طبعا، والله العظيم كانوا موجودين وبيستخرجوا الروح، الروح ما تطلعش في سكر، دي سكرات الموت. أسأل الله أن يهون علي وعليكم وعلى الأمة جميعا سكرات الموت يا رب يا رب. ده النبي اللهم صل عليه، هو بيموت عائشة جابت له شوية مية، فكان حطيده في المية كده ويمسح هنا وليه، قبل ما يقول أن الموت سكرات الكلمة تانية عليه سبحان الله، كانوا يقول حتى أنا نفسي أنا أجيلي سكرات الموت بالنص، سبحان الله إن للموت لسكرات. هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يهون علينا وعليكم يا إخوة، والله والله ربنا يهون علينا وعليكم جميعا إن شاء الله. فوإحنا بجواره الملائكة موجودين بينزعوا الروح، كأن إحنا كنا موجودين وملائكة موجودة، ملك الموت كان موجود ومساعدين ملك الموت موجودين، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا. رسلنا يعني ملائكة الإيه؟ الموت، اللي هم المساعدين بتوع مين؟ بتوع ملك الموت الأساسي. في ملك الموت اللي احنا بنسموه عزرائيل، هو مش عزرائيل اسمه ملك الموت، ربنا سماه ملك الموت. ملك الموت ده هو الأساسي، لكن المساعدين اللي بيسحبوا الروح من أخمص قدمي لحد الترقوة، دي الترقوة العظمى، ده العظمى دي ودي ترقوة تانية كده، اللي هو ربنا ألعنها في سورة القيامة ايه؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. عارف يعني من راق؟ يعني يا جماعة واحد روح يجيب الشيخ بسرعة يعمل لنا رقية، هتقول لنا الشيخ مين اللي عمل لك رقية؟ وقيل من ايه؟ من راق، يعني مين يرقيه؟ يعني يجيبه طبيب يعالجه. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. والله ده كان بيحصل مع دكتور نجل عشي امبارح وانا بجوار انا ومحمود امامي، الساق دي تعمل كده روح بتطلع مع الشيخ، روح بتسحب منه اعوان ملك الموت بيسحبوها، واحنا كلنا موجودين بنتفرج، لكن ربنا قال لنا ايه؟ كلا فلولا إذا بلغت الحلقوم، اللي هي إيه؟ الروح بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون. حد شايف حاجة؟ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أنت بتبص بس مش شايف، لأن بصرك محدود لحدود. مين اللي كان شايف؟ كان نجل عاشي بس اللي شايف، هو الوحيد اللي شايف.
يرى ملك الموت، يرى أعوان ملك الموت، ويرى الجنة، ويرى مقعده منها، ويرى شريط حياته من يوم ما بلغ الحلم لحد ما هو بيحتضر، 60 50 30 100 سنة يراهم أمامه كده زي نشرة الأخبار. فإن كان صالحا يستبشر يتبسم كده، ولما تقول لا إله إلا الله يقول وراك لا إله إلا الله، وتركهم في صلاة الظهر 3 times والله العظيم ما فيهاش مجاملات دي 3 times. الواحد يحب يقول الأخبار الكويسة، يقول لا إله إلا الله، وحضرت أموات كثيرين والله نقول لا إله إلا، طب والله واحد يقول لا إله إلا الله اللي مش عارف نقولها، مش عارف يقول، مش عارف يقول، عد حروفهم كده ولا إله إلا الله. أنه أسهل لا إله إلا الله، الكلمات بتاعتها ما فيهاش نقط، لا إله إلا، ما فيش نقطة صح، ما فيش قاف، ما فيش به، ما فيش خ، ما فيش صاد، ما فيش جيم، لأن دي حروف ثقيلة. لا إله إلا الله، ده بقول لك حتى مش محتاجة اللسان يتحرك، ده مش محتاجة الأسنان يعملوا فوق وتحت، ربنا مسهلها عشان لما أنت عايش بيها تيجي ساعة الموت كل حاجة، ومدينك مسكنات ومدينك مخدرات ومخدرينك لسانك الواحد يطلع، لأن ربنا علمنا لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتقولها التاني بيقول لي مش عارف نقولها، قال 3 كلمات أصعب من لا إله إلا الله، بس هو مسكين، مسكين المرة الوحيدة اللي شافها شيخ ساعة المكان بيلقنوا الشهادة، عمره ما صلى وراه في مسجد، عمره ما شاف مسجد. انتوا عارفين في ناس مساكين بتخلوش المساجد، في ناس تدخل مسجد يوم الجمعة ويدخلوا على استحياء، والله مرة داخل واحد يصلي الجمعة ففي عتبة كده في الأبواب عندنا في الريف عشان بلاد الطين والكذا، حطوا عتبة على المسجد كده عشان أعزكم الله الأحذية تبقى بره يعني، فدخل تعثر في العتبة وقع على وجهه كده، فأخذته في المكتب الراحة وقلت له مش تخلي بالك، قال لي والله أول مرة بدخل مسجد، ما عرفش المساجد فيها عتبة على الباب كده، بدخلش مساجد، أول مرة يدخل مسجد. في ناس تدخل مسجد يوم الجمعة بس، يصلي الجمعة ما بيصليش حاجة غير صلاة الجمعة فقط. يا جماعة الصلاة دي فريضة، أنا مش عاوزك أنت يعني تتقرب من ربنا وتتودد وتبقى يعني الشيخ الشعراوي، لا لا لا، أنا عاوزك تبقى حاجة عادية. يعني هو ليه عندك مثلا واحد ليه عندك 100 دولار، مش عاوزك تديله 1000، اديله 100 بس حقه، هو بني الإسلام على 5، اعمل 5 وظبطهم واتقنهم كويس. فاكرين الراجل بعد ما تصلوا على النبي قال له يا رسول الله، واحد كان زي حالتنا كده، واحد كان كسلان شوي، قال له يا رسول الله ماذا كتب الله علي في الإسلام ولا تزد؟ يعني ولا تزد؟ يعني بقى ما تحكيليش بقى كلام كتير، لخص. فالنبي قال له أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت، 5 اللي كلنا حافظينهم. فالرجل قال إيه؟ والله كلكم حافظين حديث صح؟ لا أزيد على ذلك ولا إيه؟ خد بالك ولا أنقص، دي كلنا حافظين، لا أزيد، لا أزيد ولا أنقص. قال رسول الله 2 أو 3، قال أفلح إن صدق، هذا واحدة، الثانية دخل الجنة إن صدق، الثالثة من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. لا أزيد ولا إيه ولا أنقص. يا عم أنا عاوز المية دولار بتاعتي بس، مش عاوزك تجيب لي معاها بوكيه ورد ولا علبة تورتة، لا أنا عاوز المية دولار بس. فربنا عاوز الحق بتاعه الأول، بعد ما تعمل الفرائض الحاجة التانية دي أنت براحتك فيها، الأساسيات بس يا جماعة. فالأساسيات دي اللي تنفعك واللي دي تاخد بإيدك وتوصلك لربنا سبحانه وتعالى، وتبقى في ليلة زي الليلة ديت أنت مطمئن. لما يجي لك الملك كده أقول لك من ربك؟ تقول له إن شاء الله ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من رسولك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أقول لك تمام، أنت كده إيه الثلاثة تمام، يفتحوا لك كده طاقة من الجنة، والقبر يبقى روضة من رياض الجنة، ويقول لك بقى عيش حياتك لحد يوم الإيه؟ لحد يوم القيامة. الحساب لسه يوم الإيه؟ القبر مفيش حساب، هم الثلاثة دول بس. طب لو واحد ما جاوبش على الثلاثة نسأل الله السلامة، القبر يبقى حفرة من حفر النار، ويقول له بقى إيه؟ يعني ده الويتنج روم بتاعته دي، هو القبر عبارة عن ويتنج روم جالس فيه لحد يوم القيامة. احنا محتاجين نظبط نفسنا مع ربنا سبحانه وتعالى شوي. انا شايف ان الدنيا دي عبارة عن زي ربنا موصفها في اول سورة الملك، التبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، خد بالك الذي خلق الموت وليه والحياة، مش ملاحظين حاجة في الآية دي؟ الذي خلق ليه الموت
هو الموت قبل الحياة وخلق الموت، الموت نفسه خلق، صح؟ كأن الموت نفسه كائن، الموت نفسه مخلوق، بدليل الحديث اللي حضرتكم حافظينه، إذا كان يوم القيامة يجي ربنا سبحانه وتعالى يجيب الموت على شكل إيه؟ كبش، حيوان بين الجنة والنار، ويقول يا أهل الجنة، فيشرئ ابون. يعني يشرئ ابون، يقف على يعني أناملهم، يقف يعملوا كده القصير عاوز يشوف كده، يا أهل النار فيشرئ ابون، فيذبح الموت بين الجنة، يذبحوا يقول لهم ده الموت ذبحوا، ويقول لهم يا أهل الجنة خلود فلا موت، ما هو مات الموت مات، يا أهل النار خلود فلا موت. هو ده، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فيه الفوز الحقيقي يا شباب، الفوز الحقيقي والله من كل قلبي إن ينادى اسم فلان ابن فلان ادخلوا الجنة لا خوف عليك ولا أنتم تحزنون. أحسن صفقة، أحسن من يوم زواجك، أحسن من يوم التخرج، أحسن من يوم أخذت السيتيزن، أحسن من يوم ما سفرت، أحسن من يوم ما خلفت، أحسن من يوم ما كسبت، أفضل خبر، ما في بعده هم، ما في بعده حزن، ما في بعده ألم، وفي بعده خوف. ادخلوا الجنة، دخلت الجنة خلاص يا رجل، ما حبيبك النبي يا رجل، شوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هتشوف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وتشوف الصالحين وأبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأسيادنا ومشايخنا واللي علمونا والتاريخ العظيم، وتشوف كل ده في الجنة، عاوز ايه تاني انت؟ لذلك قالوا من مات قد قامت قيامته، والإنسان الصالح لما يموت انت استبشر له وفرح له انه مات. المشكلة في الإنسان العاصي، فلما ربنا قال ايه؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت وليه؟ يبقى الموت خلق الأول. طب خلاصة القصة بقى، قال لك خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليبلوكم يعني يختبركم، يبقى الدنيا دي اختبار، والدنيا عشان هي اختبار ربنا ادانا فيها أدوات الاختبار. يعني أدوات الاختبار، كلنا كنا طلبة وكلنا امتحنا، ويمكن احنا في الأزهر ليدخل الأزهر بيمتحن امتحانات، لما يعني ينفخوا امتحانات تقريبا دراسة الأزهر ما لا تقل عن 20 سنة، ابتدائي 7 واعدادي 4 وثانوي 4 مش 3 غير الجامعة غير اللي قبل، يعني قصة طويلة، تفضل تدرس لما تنسى انت مش عارف في سنة كام أصلا. بس شوف أدوات الاختبار، يعني في كلاس وفي ديسك وفي كرسي وفي قلم وفي كتاب وفي كراسة، مش كده؟ الحاجات دي كلها انت لا تمتلكها، أمال ايه؟ انت دي اسمها أدوات اختبار، تدخل تكتب وتخلص تسلم الورقة تسيب القلم. حد عمرك شفت واحد امتحن وخد معه الكرسي يوم روح؟ ما بياخد الكرسي يوم روح. شفت واحد بعد امتحن كده خد الكلاس كله، شال الفصل الصف الدراسي وشال الشبابيكو؟ لا لا لا، المدرسة بتضل كما هي، والفصول كما هي، والمراقبون كما هم. مين اللي بيمشي؟ الطلبة. ويمشي ايه؟ جيل ويأتي جيل، والمدرسة كما هي. روحوا اللي من غزة، من الأردن، من مصر، أي بلد من بلدنا، تلاقوا المدارس، ولو تهدمت مدارس مكان المدارس، وفاكر الأستاذ فلان، وفاكر الصف الفلاني، فاكر لما كانوا المدارس لا تتغير ولا تتبدل، الأشخاص يذهبون ويرحلون، هي دي الدنيا. مدرسة، واحد يمتحن، خلص دورك، اطلع برا، اطلع برا الكلاس، خلاص دورك خلص. يدخل واحد بعد منك يمتحن بنفس الأدوات. يعني بنفس الأدوات؟ يعني في سيارتك وفي بيتك وفي محلك وفي شغلك وعلى نفس الكرسي اللي قاعد عليه. ولو دام هذا الكرسي لغيرك ما إيه؟ ما جلست عليه أنت. ها؟ ما هو كان في شيخ في المسجد ده، هو فين الشيخ ده؟ مشى الشيخ ده غصب عنه يمشي، وجيت أنا وغصب عني نمشي، ويجي شيخ تاني وشيخ ثالث، وانت تمشي ويجي غيرك يمشي، وسيارتك تسيبها ويركبها واحد غيرك، وبيتك تسيب ويسكن واحد غيرك، كله هي الحياة كده. عشان كده ربنا سماها اختبار، دار اختبار. الوما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فانية فانية، والله العظيم فانية ما تستحق. آخر كلمتين، أنا شايف أن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى ليس صعبا، لكن محتاج شوية من الذكاء ومن الحنكة. يعني ممكن واحد قاعد يقول لك والله يا عم الشيخ بيتكلم كلام كويس، بس بصراحة يعني الدنيا سودة كده. لا 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 لا، مش سودة، لا لا لا، الدنيا زي الفل والله، وتوصل ببساطة، بس انت ضبط أمورك وانت بتنظر لله سبحانه وتعالى كده. الرجل سفيان الثوري قابل واحد قال له عندك كم سنة؟ قال عندي 60 سنة.
فسفيان الثوري قال له 60 سنة. طبعا ما شاء الله أنا 60 سنة لأمامي اللي أقل من 60 ما يجوش 5-6، أنا واحد منهم والباقي كله فوق 60، بس طبعا كلنا صابغين وعاملين والقصة احنا فاهمينها دي. 60 سنة، فالرجل بيقول له 60 سنة، فسفيان الثوري قال له ايه 60 سنة؟ إذن أنت منذ 60 سنة وأنت إلى الله صائر يوشك أن تصل، صح أو صح؟ أنت ألمس إيه؟ ألمس دان. فالرجل لما سمع الكلمة كده الكلمة هزته، فالرجل تألم بكى يعني. فسفيان بيقول له أنت فهمت معنى الكلمة؟ أنت فهمت الموعظة اللي حكاها الشيخ ولا أنت بتسمع وخلاص؟ دي مشكلة لو بتسمع وخلاص، وساعات تسمع وتكيف وتبقى مش عارف الهدف منها، لازم تفهم إيش اللي حكى. سفيان بيقول له فهمت معنى الكلمة؟ قال نعم. قال له إيش فهمت؟ قال فهمت وعلمت أني لله عبد وأنني إليه صائر. أنا عبد الله ورايح لمين؟ لله سبحانه وتعالى. قال له لا كده مش خلاص. قال ومن علم أنه لله عبد وأنه إليه صائر فليعلم أنه بين يدي ربه موقوف، مش هتعدي خلاص، لا وقفوهم وان باي وان. بالمناسبة حساب يوم القيامة واحد بواحد، كلا سنكتب ما يقول ويأتينا فردا فردا واحد. لقد جئتمونا ايه فرادا، يا الله عدد البشر من اول ادم لقيام الساعة اي حسيبهم واحد بواحد. ما هو اليوم مدته كام؟ 50,000 سنة. 50,000 سنة ربنا يهون علينا وعليك يا رب العالمين. واحد بواحد ويأتينا فردا. فقال له انت عرفت معنى الكلمة؟ انك لله عبد وانك لله صائر، فلابد انك موقوف، واذا كنت موقوف فاعلم انك مسؤول، واذا كنت مسؤول فلتجهز للسؤال ايه جوابا. الرجل انهار، قال له صعبة جدا. قال له لا مش صعبة، الموضوع بسيط. قال له ايه؟ قال له هي بقى دي الحتة الزبد اللي عاوزك تاخدها وانت مروح. قال الرجل يا سفيان ما الحيلة؟ انقذني بالله عليك، الدنيا حل، عاوز نطلع من العزة ده، خدت بالفعل كبسولة تنقذني. قال الحيلة يسيرة على من يسرها الله عليه، لو انت عاوزها سهلة هي سهلة. قال وما هي؟ قال ان تتقي الله فيما بقى. تبدأ من امتى؟ الان بس. طب و60 سنة اللي راحوا؟ لا 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 دوم كير. لو الليلة والله حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع العبد جنبه على سريره فقال استغفر الله 3 مرات غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. طب سهل يا عم شيخ، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الله أحسن شيخ والله العظيم، أحسن شيخ. لا ده أنت الأحسن واحد مش أنا والله. هي مشكلة الاستغفار مش باللسان يا أخوي، الاستغفار بإيه؟ ابن تيمية عد على واحد بيستغفر، عد على واحد لا بيعمل كده، قال له أنت بتعمل إيه؟ قال له بنستغفر. قال استغفارك يحتاج الى استغفار. قال له ده انت المفروض تستغفر ربنا من اللي انت بتعمله ده، هو ده استغفار؟ لا. عارف يعني ايه كلمه استغفار؟ عارف الف والسين والت في اللغه معناهم ايه؟ اسم. الاصل الكلمه جذر الكلمه الغين والف والراء غفره، مش كده؟ لكن ايه است دي؟ استغفار. الاست في اللغه العربيه الالف سين والت اسمه طلب الفعل. استغفار، استرحام، استعطاء، استجلاب، استسقاء، مش كده؟ مش بتسمى الصلاة ايه هي؟ استسقاء عاوز تجيب المطر، فاستغفر عاوز تجيب المغفرة. الوسواسة بتاعتك دي هتجيب مغفرة؟ الوسواسة دي بتجيب مغفرة ولا تجيبش مغفرة دي؟ ده انت عاوز قلبك يستغفر وتحس بتقول لما تقول اللهم اني استغفرك انت بالفعل ندمان، انت بالفعل زعلان، انت بالفعل متاثر من العزة بتاع العشي النهارده ومروح عاوز ربنا يغفر لك عن جد مش بهزار عن جد. انت متوقع ممكن تكون انت السكن يعني تيرن ولا انت اللي عليك الدور القادم تكون انت او انا، فعشان كده بتحاول تظبط نفسك. لو عملت كده انت كسبت مش خسران، هتروح الليله من المسجد ان شاء الله هو غفر لك كل شيء. الرجل قال له ما الحيلة يا سفيان؟ قال يسيرة. قال له هي؟ قال أن تتقي الله فيما بقى، يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. يا سلام على خير ربنا سبحانه وتعالى، يلغي لك 60 سنة أما يلغهم لك. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. الناس اللي خايفة من ربنا وبعيدين عن ربنا، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا،
قراب الأرض يعني almost ملء الأرض خطايا، يعني ما يقارب ملء الكرة الأرضية ذنوب. حد فينا عنده ملء الكرة الأرضية ذنوب؟ مستحيل والله، ولا فرعون حتى. حد فينا عنده ملء الكرة الأرضية ذنوب؟ لا يا أخي. ليه أنت عملت إيه يعني؟ غلط وأنا كمان غلط، والله العظيم غلط. عملنا كبر، عملنا كبائر، عملنا صغار، عملنا صغائر، وهو الغفور الرحيم. يتوب علينا ما دام تبنا واستغفرنا ولجأنا ورجعنا له وأدينا الفرائض الخمسة بتوعنا مش ناسينهم. يا ابن آدم إنك إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا، بتعبدني وتوحدني، أتيتك بقرابها مغفرة. مغفرة، أولئك يبدل الله يا جماعة سيئاتهم حسنات. اللي عامل ذنوب فينا كتير ساعة ما يستغفر ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى هيقبل منه ويبدل سيئاته حسنات. مش عاوز نتكلم أكثر من كلمتين دول، لكن أتمنى، أتمنى على نفسي وعلى إخواني الموجودين. امبارح بالليل قبل وفاة ناجي العشي، والله العظيم أو أول امبارح قبل خطبة الجمعة تقريبا، مش متذكر التوقيت، فأنا قاعد بنكتب في الخطبة، بنكتب في معلومة، وأنا لازم أقول لكم الكلام ده. فقلت يا ربي أنا بكتب الكلام المعلومة دي عشان نخبرها للناس ولا بنكتب لنفسي؟ ما في آفة، في مصيبة اسمها مصيبة نقل العلم، إن هو مثلا شغلتي أنا إيه؟ شغلتي متحدث، فكل ما نقرأ كلمة وتعجبني نعمل إيه؟ نسجلها وإيه؟ ونقولها للناس، فأصبحت شهوة. يعني إيه شهوة؟ تكتب وتجمع وتقول، فالناس تعمل لك شير ويعمل لك يوتيوب ويعمل لك لايك وتبقى، ما هي دي مشكلة. لو أنت بتعمل لدي ده أنت رحت في 60 داهية، أقسم بالله من يومين أو ثلاثة، لا والله أقل من 3 أيام، من يوم الجمعة قلت يا ربي أهو أنا بكتب عشان أقول للناس الخطبة ولا أنا بكتب عشان أنا كمان أتعز؟ وما أنا ما أنا ما أنا من نفس الطينة ومن نفس الزفت ومن نفس الذنوب ومن نفس القصة اللي أنت فيها، أنا حتى منك. المشكلة لو أنا طلعت نفسي خالص بقيت نحكي لك أنت، أنتوا ذنوبكم كتير، أنتوا استغفر، لكن أنا بالنسبة لي برا الموضوع، أنا على الجنة على طول، ده أنا شيخ. دي أكبر مصيبة، الواحد لازم يخلي باله من نفسه يا جماعة. والله خلاص أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد أخونا الحبيب محمد ناجي العشي في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين في هذه اللحظة المباركة أن تنزل عليه سحائب رحمتك. اللهم إن عبدك ناجي العشي قد أطاعك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد، وجاءك لم يشرك بك شيئا. اللهم فاغفر ذنبه، اللهم فاغفر ذنبه، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم كن معه في أول ليلة له في قبره يا رب العالمين. اللهم اجعلها خير لياليه، اللهم اجعل مبيته الليلة مع نبيك محمد في الفردوس الأعلى. اللهم إن كان هو لا يستحق رحمتك فأنت رحمتك وسعت كل شيء فاشمله برحمتك. اللهم اشمله برحمتك، اللهم اشمله برحمتك، اللهم تجاوز عن سيئاته، بدل سيئاته حسنات، بدل سيئاته حسنات، بدل سيئاته حسنات. اللهم ارحمه وارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. يا رب ارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صار إليه، اللهم ارحمنا إذا ما جلسنا على فراش الموت، اللهم ارحمنا إذا ما جاءتنا سكرات الموت. يا رب هون علينا سكرات الموت. اللهم لقنا كلمة التوحيد يا رب، اللهم لقنا كلمة التوحيد يا رب. اللهم اجعل الموت سهلا وبردا وسلاما علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل الموت بردا وسلاما علينا يا أرحم الراحمين. أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، أخرجنا من هذه الدنيا بسلام. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا بسلام، اللهم أخرجنا منها بسلام يا رب العالمين، موحدين مطمئنين آمنين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، اغفر لنا الذنوب واستر منا العيوب، وثبت على الإيمان القلوب وتب علينا لنتوب. نقسم عليك في هذه الليلة المباركة لا ينفض هذا الجمع من بيتك وأنت الكريم إلا وقد غفرت لجميع الحاضرين، وكتبتنا وإياهم من عتقائك من النار ومن المقبولين. اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. لا تجعل لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا أزحته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا غافلا إلا بصرته بعيبه. يا رب العالمين ردنا إليك ردا جميلا، خذ بنواصينا إليك وخذ بقلوبنا إليك، أخذ الكرام عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا أخونا الحبيب الحج عوني أبو هدبة، صديق الدكتور محمد ناجي العشي، هو يعني يرغب أن يقول كلمة في